استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والسفير الفلسطيني لدى المملكة وعدد من المسؤولين. وخلال اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع اللواء الرجوب سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين وفلسطين في الجانبين الشبابي والرياضي، وتبادل الزيارات بين الوفود الشبابية في كلا البلدين، بالإضافة إلى تطوير الاتفاقيات الشبابية والرياضية المبرمة بين البلدين الشقيقين بما يتناسب مع تطور التجربة البحرينية والفلسطينية في المجال الشبابي والرياضي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية زيارة الرجوب للبحرين في وضع أسس متينة للتعاون البناء بين البلدين الشقيقين من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الشباب والرياضة، مؤكدا سموه حرص البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع فلسطين في مختلف المجالات الشبابية والرياضية. ونوه سموه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة في شتى المجالات بما فيها المجالين الشبابي والرياضي، معربا سموه عن أمله بتطويرها نحو آفاق رحبة من التعاون البناء بما يلبي آمال وطموحات الشباب في البلدين. من جانبه ثمن اللواء الرجوب الجهود المتميزة التي تبذلها البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية والرياضية وما أثمرت عنه من إنجازات متميزة على صعيد النتائج الفنية للرياضيين البحرينيين في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مشيرا إلى أهمية تطوير علاقات البلدين الشقيقين في المجالات الشبابية والرياضية وتنظيم العديد من البرامج المشتركة في هذين القطاعين الهامين وفي كافة المجالات، وتبادل الوفود الشبابية والرياضية والاستفادة من كافة الخبرات في كلا البلدين. وأشاد اللواء الرجوب بالاستراتيجية التي يتبعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم كرة القدم البحرينية، الأمر الذي ساهم في تحقيقها نقلات نوعية وبارزة، مبديا ثقته بأفكار سموه والتي ستساهم في وضع الكرة البحرينية على الطريق الصحيح وتواجدها في مختلف البطولات القارية والعالمية.